جاي اتضامن مع ابني ومع كل الشهداء المحتجزين عند الاحتلال. احنا بدنا اولادنا، بدنا اولادنا نشوفهم ونقبلهم ونودعهم. كل ام تشوف ابنها وتودعه واهله، احنا بدنا اولادنا دمهم نزل على ارض فلسطين، بدنا اولادنا يندفنوا على ارض فلسطين. هاي المسيرة من أمام مخيم الأمعري الصامد الباسل للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد البطل ناصر أبو حميد وكافة جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل. هناك 370 جثمان لشهيد فلسطيني محتجزة في مقابر الأرقام وفي الثلاجات، ويحرم أهلهم من حقهم في دفن أبنائهم بكرامة.